بطاقة لبطاقتك طبعا لدخول النصر، منعت من دخول النادي، لماذا؟ أبد نتيجة هذا الموضوع اللي قلت لك عليه، النصر بالنظرية والتطبيق. كانوا مانحيني بطاقة دخول شرفية تقريبا، نعم، كصحفي يعني. فلما صار الموضوع هذا سحبوا مني، أو عفوا انتهت البطاقة، فلما ذهبت لتجديدها رفضوا أن يجددوها، وقالوا إن عندنا أوامر بأنه ما نجدد لك البطاقة المجانية. فرحت اشتريت البطاقة اللي هي بالسعر كأي واحد من الجمهور، علشان أدخل النادي وأخذ أخبار النادي وأتابع التمارين، لأن في ذيك الفترة كنت ميداني مثل في عكاظ. لكن وكنت على نياتي بصراحة، كنت أعتقد أن اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، وأنه بإمكاني أنتقد النصر وأجي ثاني يوم أدخل النادي عادي. لكن مع مرور الأيام ومع مرور المقالات اكتشفت أنه لا، إذا أنت انتقدت هذا النصر ابعد. أنت بين خيارين، يعني حطوك بين خيارين، يا تكون منا وفينا ولا تنتقدنا وتجي كل يوم الله يحييك عندنا، ولا أنك إذا انتقدتنا لو سمحت لا عاد تجينا. فاخترت الخيار الثاني، إذا صارت مشكلة أو خلافات ابتعدت، ما عاد اجي النادي ولا عاد نهائيا، الين يرضون. لما يرضون اعود للنادي مره ثانيه، وهكذا صارت الامور. وعلى فكره مثل ما قلت لك، الامير عبد الرحمن مسعود اصبح في ذمه الله، والله يغفر له ويرحمه. ولا اريد صراحه انه اتكلم اكثر من هذا عن هذه المواضيع. احنا حقيقه اذا تكلمنا عن الامير الراحل عبد الرحمن بن سعود في حلقه الليله او في اي حلقه اخرى، فنحن بلا شك للأمير رصيد كبير من الحب والتقدير لدى كل الجماهير السعودية، لكن هذا الرجل بلا شك كان له الكثير من المآثر والكثير من يعني الأمور التي تتعلق بالرياضة. وبالتالي عندما تتحدث عن الرياضة ولا سيما عن نادي النصر، لا بد أن تتحدث عن أمير الرمز عبد الرحمن بن سعود. وبالتالي احنا يعني طرحنا بعض الأسئلة التي يعني تتطرق لأمير عبد الرحمن في حلقة الليلة، لا سيما وأنك أنت تحديدا يعني لك الكثير من الخلافات والكثير من المسجلات حتى الكتابية بينك وبين الأمير عبد الرحمن. الأخ ناصر الشمالي بعث بإيميل هنا يسأل أنه لماذا يختفي